أسعد الله مساء الجميع في هالأجواء الرائعة بعد أمطار رائعة جدا على مناطق على مختلف مناطق المملكة. اليوم نعود إلى مبادرة رائعة جدا، مبادرة الهيئة العامة للسياحة والتراث، وهي العناية بالمساجد التاريخية. بنمر مسجد وضع حجر أساس له من قبل الأمير سلطان بن سلمان لإعادة ترميم مسجد تاريخي في منطقة القصيم، مسجد المعارك. هذا المسجد الرائع جدا اللي بني في أحد أحياء بريدة الجنوبية. شوف المسجد لا زال من الطين، طبعا عمره مو كبير مرة لكنه تقريبا 150 سنة، لكنه يعد من المساجد التاريخية اللي أيضا دشنه الأمير سلطان بن سلمان، وضع حجر أساسه ودشنه كان بحضور أمير القصيم لما أقيم ملتقى التراث العمراني في القصيم. خلنا نشرح عن المسجد ومميزات هذا المسجد وموقعه أيضا. طبعا أول ما تجي للمسجد محطوط النبوع، هذه جزء من نبوع النخل مربوطة بالحبال وهي جزء حامي لجنبات المسجد، وهذه أرضية من الحجر الطبيعي، وهذا الباب الأبواب التاريخية اللي تستخدم من خشب الأثل وكانوا يسوونها الصنانيع بيديهم، وهذا الجدار الملبس بالطين والمشبع بالطين وأعواد التبن. ليش يستخدمون أعواد التبن هذه؟ عشان تقوي الطين يصير قوي جدا. ترى هذا الجدار وهذا المسجد مرت عليها أمطار قوية جدا، غزيرة جدا، حتى باليومين اللي راحوا كان في أمطار كبيرة جدا، الحمد لله المسجد لم يتأثر، بقي على حاله، نوافذه، شبابيكه، أبوابه، الساحة الخارجية الجميلة هذه، والمسجد الداخلي. يبي ندخل الحين داخل، بسم الله دخلنا الحين. طبعا للأسف مزروعة هنخلة المستوردة سيئة جدا المنظر، لكنه يعني ما المفروض تكون في هالمسجد. المهم هذه من البطحة، آسف، من الرمل، وهذا محراب طيني، وهذا المسجد. يبي ندخل واجهة زجاجية للمسجد، ما شاء الله هدوء وسكينة. طبعا الخشب اللي فوق هنا خشب الأثل وعسبان النخل كما هي قديمة، يعني هذه لم تغير، لم تمس في هذا الموقع. الباقي مجصص، يعني كل ديكور الجدار مغطى بالجص. شوفوا ما شاء الله هذا الدريش، رغم اني اتوقع ان الدريش مفتوحه، وهذه علامة جودة على فكرة. هذا الخط الطيني هذا البني، هذه علامة الجودة في على الجبس دائم بالمساجد التاريخية، تلقاه نازل بهذا الشكل نتيجة أمطار هطلت على هذه المساجد. شوفوا هذا المسجد عرضه مو كبير، الطول مو كبير، في 1 2 3 4 أعمد، داخل هذه الأعمدة في خرز قوي جدا علشان يرفع العوارض من خشب الأثل هذا. وخشب الأثل هذا ترى ما يقص في أي وقت، يجون يقصون خشب الأثل يحطونه في أي وقت، لا، له وقت معين في السنة يقص حتى ما يخرب ويكون عدال ولا يميل. ففيه أسلوب فن يعني يعرفونه بنائين الطين والبنائين القدامى، وفيه ناس كثير منهم مناطق متعددة من السعودية، وكل طريقة لها طريقة بناء مختلفة تماما عن المنطقة الثانية. هذه طريقة البناء المساجد على الطريقة القديمة، وشوفوا محراب صغير رائع جدا، وأرفف كانت تحط عليها المصاحف ولا السرج، حط عليها أي شيء. في أكثر من مكان لها. شوف هذه اللي أقول لكم علامة الجودة دائم في مباني الطين، هالخط هذا، هذه الخلوة الداخلية. بدخل الخلوة بس ما أدري كيف ولعت الكهرباء الحين. أنا الخلوة الداخلية هذه اللي صار برد، هذه الخلوة الداخلية، الناس لما يصيرون في شدة البرد يدخلون داخل هذه الخلوة. الحين أنا أحس أنها دافية جدا
ويعني دافية بشتة وباردة بالصيف، ولا تسمع صوت ولا تسمع شيء. الله، روحانية رائعة في هالمساجد صراحة. زين، وشوف لمنك فتحت عاد الدريشة، الدريشة مسكرة ما أقدر أفتح. ما شاء الله. بحط لكم صور من وضع حجر أساس هالمسجد العام الماضي، وضع حجر أساس وانتهاء من ترميم. شوفوا يطل على هالمزرعة وعلى مزارع النخيل. هذه هي المساجد القديمة، هذه روحانية الناس القدامى. لا في إزعاج ميكروفونات، ولا في إزعاج ولا ضوضاء. يعني يمكن ملاحظتي الوحيدة في هذا المسجد أنه، يعني هذه ملاحظتي الوحيدة، أنهم حطوا ميكروفونات. يعني المفروض هذه تبقى على طبيعتها بدون إزعاج الميكروفونات المرتفع والعالي. تبقى روحانية هذه الأماكن بهدوءها وجمالها بطريقة بنائها. عموما هذه من المشاريع اللي اهتمت فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مبادرات المساجد التاريخية اللي عمل عليها، ونفذت العديد من المساجد في مختلف أنحاء المملكة. فعلا أنك تصلي هنا تحس بروحة. أقول فعلا أنك تصلي في هالمسجد التاريخي تحس براحة واطمئنان. لا تفوتون المساجد اللي مثل هذه، موجودة كثير على مستوى المملكة، موجودة كثير من المساجد. إذا شفتوها وكان فيه وقت صلاة، وقفوا عندها، حاولوا أن يعني تصلوا في مثل هذه المساجد. فعلا تستحق أن تزار، تستحق أن يصلى فيها، وأن تقف إذا شفتها يعني صراحة. شكرا، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في تغطية موقع آخر بإذن الله. شكرا، السلام عليكم. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.